تعرف معنا على مدينة شنغن. عندما نسمع بمصطلح شنغن قد يتبادر لأذهاننا أنها اسم لدول الاتحاد الأوروبي، فعندما نقرر السفر لدول الاتحاد الأوروبي فإنه يطلب منا الحصول على فيزا شنغن. من هنا نسأل ماذا تعني كلمة شنغن؟ ولماذا اقترن اسمها بالفيزا؟ هي مدينة ويمكن أن تسمى قرية شنغن، هي منطقة صغيرة تشتهر بصنع النبيذ وتوجد في أقصى جنوب شرق لوكسمبورغ بالقرب من المكان الذي تلتقي فيه حدود لوكسمبورغ مع فرنسا وألمانيا، وتبلغ مساحتها 1063 كيلومتر مربع، يصل عدد سكانها قرابة 1725 نسمة، وذلك خلال إحصائيات سنة 2005. اتفاقية شنغن هي عبارة عن اتفاقية تم توقيعها من قبل بعض الدول الأوروبية والتي من خلالها تسمح بإلغاء المراقبة على الحدود الداخلية ما بين جميع الدول المشاركة بالاتفاقية فقط، وكان ذلك بتاريخ 14 يونيو 1985، بالإضافة إلى أنها تتضمن بعض الأحكام التي تتعلق بالسياسة المشتركة بخصوص الدخول المؤقت للأشخاص وإلغاء جواز السفر فيما بينها. ومن خلالها تمت معاهدة أمستردام، وكذلك جميع القرارات التي على أساسها تم تنفيذها بواسطة قانون الاتحاد الأوروبي. قبل توقيع الاتفاقية لم تكن المدينة معروفة أو مشهورة في أوروبا، ولكن بعد توقيعها أصبحت لها شهرة واسعة عندما قامت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بلجيكا وهولندا بتوقيع هذه الاتفاقية، حيث تم التوقيع على متن سفينة سياحية يطلق عليها اسم برنسيس ماري أستريد، وكانت صياغتها الأصلية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي. في سنة 2010، وهي الذكرى 25 على توقيع الاتفاقية، احتفلت المدينة بهذه الذكرى وقاموا بإنشاء متنزه على أطراف نهر موزيل، والذي من خلاله يستطيع الزوار التمتع بمشاهدة المناظر الجميلة والخلابة في ولاية سارلاند الألمانية المقابلة للمدينة. تم افتتاح متحف في مركز المعلومات يعرض فيه كل ما يتعلق بالاتفاقية من وثائق، بالإضافة إلى تأريخ الرسوم الجمركية التي تخص المنطقة. حضر هذا الاحتفال الكثير من الزوار والسياح من شتى المناطق، كما تم إنشاء معرض بعنوان قرية النبيذ الأوروبي وسكانها، والتي تعرض فيه حياة سكان منطقة شنغن اليومية. تضم اتفاقية شنغن حاليا 26 دولة، كلها من دول الاتحاد الأوروبي، وبالإضافة للدول الأربعة في الأعضاء في رابطة ألافتا، وهي رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي رومانيا، بلغاريا، قبرص وكرواتيا، من أصل 6 دول، حيث إن الدولتين اللتين لم تنضما للاتفاقية هما المملكة المتحدة وإيرلندا، وكذلك انضمام كل من ليشتنشتاين، سويسرا، أيسلندا، النرويج، الفاتيكان، وسان مارينو وموناكو. تبلغ مساحة المنطقة، أي منطقة شنغن حاليا، قرابة 4,312,000 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 400 مليون نسمة.